مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. السوشيال ميديا خلاص يعني بقالنا فترة طويلة بقت جزء لا يتجزأ ولا غنى عنه من حياتنا اليومية. ده خلى دراسات كتير قوي تبحث في مدى تأثير السوشيال ميديا على صحتنا العامة، وطبعا بالأخص كمان على صحتنا العقلية والنفسية. يعني لما تصحى الصبح وتبدأ يومك بأخبار أيا كانت بقى الأخبار، ولكن أخبار السلبية كمان، طبعا ظهر كمان مصطلح بيعرف بالتصفح السلبي أو الدوم سكرولينج، اللي هي ساعات طويلة بنقعد ماسكين موبايلاتنا فيها وفتحين الإنترنت وبنتعرض لقراءة الأخبار السلبية. وأثبت علميا أن التعرض الزيادة للأخبار السلبية اللي هي محوطانة في كل لحظة حاليا ممكن تؤدي لاستجابات نفسية، وبقى مش كده بس، فسيولوجية كمان ضارة في بعض الحالات. مصطلح التصفح السلبي ده انتشر بشكل كبير جدا، مش دلوقتي، لا ده من 3 سنين تقريبا مع بداية الوباء COVID-19 الكورونا، ورجع يظهر لنا تاني في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث اللي بتحصل في فلسطين الحبيبة واللي بنعيشها لحظة بلحظة كأننا معاهم هناك في غزة. يمكن معظمنا مش قادر يسيب الموبايل من إيده ويصحى في نص الليل يفتح الموبايل يشوف إيه الأخبار، أهلنا في غزة أخبارهم إيه، أحوالهم إيه، المستشفيات اللي تم قصفها إيه، يعني كلها بتبقى أخبار للأسف الشديد سلبية. وللأسف ولادنا كمان أثروا بشكل سلبي والخوف بقى بيتمكن منهم، لكن إحنا دورنا طبعا أننا نطمنهم ونشرح لهم اللي بيحصل من غير ما يبقى التأثر سلبي بالشكل ده. عايزين نعلق على الموضوع ونعرف إيه هو الدوم سكرولينج ده وتأثيره علينا إيه. منورانا في الاستوديو النهارده دكتور امل محسن، استشاري الطب النفسي. الصحه النفسيه. الصحه النفسيه، برحب بحضرتك معانا يا دكتور. ميرسي جدا، انا مبسوطه ان انا معاكي جدا جدا. يعني احنا النهارده عايزين نتكلم، طبعا احنا مش بنقلل من اهميه متابعه اللي بيحصل طبعاً لاخواتنا في فلسطين، وده احنا حتى لو حاولنا احنا مش هنقدر، لدرجه ان احنا ادمنا خلاص تتبع الاخبار. تمام. ايه اللي بيحصل لنا نفسيا وفسيولوجيا؟ بيحصل حاجة يعني الطب البشري والطب النفسي والصحة النفسية اتفقوا في الحتة دي، انه الانسان افكاره ومشاعره هي اللي بتبقى مسببة لامراضه. يا نهار ابيض. طبعا يعني، وفي امراض كتيرة في الطب البري ملهاش علاج يعني نهائي، فيزيكال يعني بأدوية وكده، بتعيشي طول عمرك على نظام معين. يعني هو ما معنى الشفاء؟ ان الانسان يعيش من غير دواء ومن غير ممنوعات، ده كده في صحة وعافية. صح. اما طول ما الانسان مضطر ياخد أدوية معينة او يلتزم بنظام غذائي معين او يمتنع عن بعض الاشياء، ده معناها ان هو عنده علة او عنده حاجة مش مظبوطة. فالطب البشري معروف ان في حاجه اسمها ضغط عصبي، في حاجه اسمها سكر عصبي، في حاجه اسمها قولون عصبي، في حاجه اسمها حساسيه من انواع مختلفه، في حاجات كتيره قوي امراض في الطب ملهاش علاج نهائي. انسان بيعيش طول عمره ممنوع من حاجات، وبتبقى في جمله صعبه قوي يقولها الدكتور، ممنوع تتعرض لاي انفعال. ازاي بقى ده ايه؟ اللي هو ده انت لو قاعد في البيت وقافل عليك اديني مكان الاجزخانه او المحل او حاجه اللي ممكن اشتريها ان انا ما اتعرضش لانفعال، فده مستحيل. فبما ان احنا بنتكلم على انه ما هذا الادكشن اللي جالنا تجاه ان احنا مش قادرين نسيب الأخبار، احنا غصبا عننا مش قادرين نسيب الأخبار اللي موجودة دلوقتي، وهي أخبار الحقيقة دموية مؤلمة، دموية ومؤلمة وضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية وضد حاجات كتير قوي. فطبيعي ان احنا نبقى عندنا حتى فضول على اللحظة الجاية، عايزين ايه اللي هيحصل. واحنا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، احنا بقى عندنا بدأت الحكاية دي مش بس بقى تسمحي لي من وقت كورونا، لا ده من ايام الثوره. احنا بقالنا ايوه صح، بس خفت شويه كده بعد 2013 يعني لما استقرينا وفرحنا وريحنا ريحنا شويه. ولكن في حاجه اسمها قانون الجذب، في حاجه اسمها انا مرنت عقلي اللاواعي عن طريق الواعي، وبين حته مهمه بين قوي بين قوسين دول. بين قوسين، يعني احنا كلنا نبقى عارفين المعلومه دي، احنا
بكلامنا وافكارنا ومشاعرنا اللي بنبرمج اللاواعي. فالواعي هو اللي بيبرمج اللاواعي. فاحنا عندنا برمجه لاواعيه كلنا غصبا عننا من كتر الاحداث المتتاليه عبر سنوات عدت العشر سنين. عدينا عشر سنين صحيح. اوكي، فاللي كان عنده سنه بقى دلوقتي عنده 11 او عدى العشر سنين، واللي كان عنده عشر سنين بقى عنده حاجه وعشرين سنه. صحيح. فتخيلي حضرتك ان احنا بقى لنا فتره طويله، لانه كمان في كانت وقت قبل الثوره فيها مشاكل او تحديات، وبعد كده الحاجات الاقتصاديه والحاجات السياسيه والحاجات وكان في كذا حدث. احداث. طيب احنا متفقين على ده ان احداث كتير، لكن هل السؤال بقى هو بمراقبه الحدث والانتهاء منه خلاص انا قريت الخبر ووجعني جدا وقفلت التليفون وخلاص، مش قفلته يعني حطيته على جنب. أيوه. الى اي مدى بيستمر او بتستمر الحاله السلبيه النفسيه دي معايا؟ خلاص انا كانسان مش قادر اوقف ان انا اشوف ايه اللي جاي بعد شويه. خلاص دي حاجه اتبرمجنا عليها كلنا. ازاي بقى نعالجها؟ ده سؤال حلو قوي. ازاي نعالجها؟ في معلومه في علم النفس الحديث، واللي قال الكلام ده عالم اسمه تاد جيمز اللي هو مخترع مدرسه البرمجه اللغويه العصبيه. قال ايه تاد جيمز؟ قال ان الانسان وهو بيلاحظ اي حاجه بيكون في حاله من اثنين، حاله اتصال او حاله انفصال. يعني ايه حاله اتصال ويعني ايه حاله انفصال؟ هديكي مثل هو بيقوله في الكورسات اللي احنا بنتعلمها، انه تخيل نفسك انت قاعد في السينما، فانت بتبقى في حاله من الاثنين، يا يعني انت بتشوف الفيلم قدامك وانت جوه الشاشه، فانت بتبقى اكتر واحد بيعيط وبيتحرك على الكرسي ويزق مع اللي بيزق ويعمل كده مع اللي بيهاجم وهكذا. فده شخص متصل بالفيلم وهو بيشوف الفيلم، مش هو قاعد على الكرسي وبيشوف الفيلم وهو قاعد جوه الشاشه. فاحنا ننتبه احنا بنتفرج على الاحداث دي واحنا جوه التليفون او احنا قاعدين ماسكين التليفون. الشخص اللي منفصل هو اللي قاعد على الكرسي بيستمتع في السينما، يستمتع بالدراما والإخراج والموسيقى التصويرية وأداء الأبطال ومتفاعل بشكل أو بآخر مع الحبكة الدرامية، ولكن هو بيتفرج من على الكرسي مش من جوه الشاشة، مش متوحد مع البطل. بالظبط كده. أوكي. إحنا كلنا طول ما إحنا كلنا طول اليوم منفصلين ومتصلين بأحداث مش بس التليفون. بتسمعي قصة لواحدة صاحبتك فبتتبنيها، فبتتبني الهوية وتلاقي نفسك عشتي معاها الأحداث. وأه لو حصل لي كده زيها. أيوة. خدتي خوفها وخدتي ذعرها وخدتي حزنها. لا وأخدت أكشن كمان جوايا لو حصل كذا هعمل كذا. الله يا دينا انت لازم تيجي تدرسي معايا. لا يعني أنا بحط نفسي في الموقف ده. أيوة. ده بيحصل كتير. لنا كلنا. واحد صاحب ابني بعد الشر حصلت له حاجه، هقعد انا طول اليوم كأم وطول الوقت خايفه لابني يحصل له نفس الحاجه اللي حصلت لصاحبه. أيه. فاحنا كلنا بنعيش الحياه يا متصلين يا منفصلين. طيب. فاول حاجه هقولها للناس انتبهوا. انت متصل بالحدث اللي انت بتسكرول عليه ولا منفصل؟ طول ما انت متصل انت مش بس بتضر نفسك، انت بتضر الاخرين، انك هتفقد طاقتك، هتقع، فهتفقد القدره على الابتكار والابداع والافكار اللي ممكن تساعد القضيه. سواء كانت القضيه دي ليها علاقه بفلسطين او بالدوله او بالاقتصاد او بصاحبك اللي حصلت له مشكله او بحاله فقد او باي حاجه في اي شعور سلبي. فاول حاجه ننتبه احنا متصلين بالحدث ولا منفصلين عنه. طيب. فده اول تيب. طيب لحظة واحدة في التب ده. أوكي. هو احنا ازاي نبقى يعني خلاص احنا متصلين، الكايند اللي هو النوع اللي متصل. أوكي. ينفصل ازاي؟ ده بقى اللي انا هقوله. أوكي. نمرة اتنين، عشان تنفصل لازم تتعود وتتعلم انك تعيش باور اوف ناو. يعني انا دلوقتي لو قاعدة جوه السينما وفيلم رعب ولقيت نفسي بتنك خايفة وبتحرك وبغمض وكده، بسرعة اسهل حاجه امسك ايد الكرسي. يعني باك تو رياليتي. عوده للحقيقه. تاني بقى ابص للناس اللي حواليا في السينما. في طرق كتيره جدا في الكتب هحاول اقول اغلبها او اللي هو سهل على اي حد انه يستوعبه. دلوقتي انا قاعده
مع حضرتك، فأنا أول حاجة رحت ماسكة الكنبة، حسيت بدرجة حرارة الكنبة، القماش ده ناعم ولا خشن، ده قماش ولا جلد، أفضل يعني أنا بعمل كده إيه، بفصل نفسي عن الشيء اللي مش حقيقي بالشيء الحقيقي، هبرجع نفسي power of now، وأفضل جوه الأسئلة دي، سائع ولا سخن، ناشف ولا طري، اي حاجه تربطني بالواقع ترجعني تاني باور اوف ناو. اوكي، لما احس ان انا اتس اوكي انا رجعت، ابتدي اقول لنفسي لازم دلوقتي احنا بنعلم الناس قاعده اسمها البازل. الناس كلها مين اشطر واحد في الدنيا؟ اللي هيركب البازل بسرعه. مين اللي هيركب البازل بسرعه؟ هو اللي هيعرف يحط القطعه الكبيره في مكانها والقطعه الصغيره في مكانها. لكن احنا عشان احنا على طول متصلين، فدايما يا بندخل الامور يا بنبقى سلبيين يا بنبقى ما في صح، يعني في قصه ما فيش فايده. ما فيش فايده. فاحنا بنصدر للاسف طاقات مش حلوه. احنا بيبقى نيتنا حلوه طبعا، بس احنا بنضر الاخر وبنضر نفسنا، واحنا لو ما نفعناش نفسنا وصلحنا نفسنا مش هقدر اضيف لحضرتك في البرنامج ومش هقدر اضيف لاي حد. يعني لو انا مش متوازنه انا مش هعرف اكون عنصر مفيد في المجتمع. طيب سؤال بقى دلوقتي، هل احنا بنستدعي الطاقة السلبية وممكن تؤثر على واقعنا الحالي ايا كان الحاجة النيجاتيف اللي احنا متصلين بيها؟ طبعا. هل ده استدعاء؟ ده بقى نرجع تاني لقانون الجذب. الانسان عبارة عن مجموعة من الافكار، الافكار دي ينتج عنها مشاعر، المشاعر دي ينتج عنها سلوك. فلو انا افكاري ايجابيه مشاعري ايجابيه سلوكي ايجابي، لو انا مشاعري سلبيه شعوري سلبي سلوكي سلبي. قانون الجذب هنا بيعمل ايه؟ انا عودت مخي خلاص الواعي ان انا بفكر سلبي وان انا بتفاعل سلبي وان انا متصل بكل الاحداث وان انا خلاص حاسس بالعجز، حاسس باليأس، حاسس مفيش فايده، حاسس بالظلم، حاسس بجلد الذات انه ازاي يحصل كده واحنا مش قادرين نعمل حاجه وهكذا. لو انا فضلت مركزه على ده فانا بجذب من الكون كل الحاجات اللي شبه ده، الانرجي بتروح مطرح ما الانتباه بيروح. تمام. فاذا انا فضلنا مركزين على كل الاحداث السلبيه من غير ما نحاول نسويتش ونروح للحلول، اول ما تلاقي موقف احنا مش هينفع نتبلد، طبيعي ان احنا دم ولحم واعصاب ومشاعر. صحيح. اوكي، بس نقطة من اول السطر لازم ما تديش الموضوع وقت يخليني اغوص في لا حول ولا قوة. صحيح. اوكي. فلازم ابتدي طب الحل ايه؟ الحلول انا بشوف انه من اقوى الحاجات الايجابية اللي حصلت على مستوى مصر والعالم ان احنا لما قلنا كلام في ايمان، وخدي بالك بقى من تحت ايمان دي قوي، لانه قوة الفكرة في ايمانك بيها، وبالتالي الانرجي اللي هتبقى طالعة منها هتبقى قوية جدا، فبالتالي هتوصل وهتعمل حاجة. لما كنا عندنا ايمان وقلنا مش هنسمح بكذا وهندخل كذا وهنعمل كذا وعندنا ايمان واللي موافق يطلع يتكلم، مصر والعالم كله اتحرك ومظاهرات حاجة تفرح، مظاهرات ايجابيه جدا والناس كلها مع القضيه. ده ايه بقى؟ واتنقلت هذا على فكره، هو الايجابي اتنقلت في الكوكب، يعني خرجت بره حدود الدول العربيه. ما هو ده اللي الفايبريشن طلع، هو ده انا عايزه اثبته بقى. قوه الايمان بالفكره والتركيز على الحلول، ايوه، هو ده اللي خلى العالم يتحرك ويقول احنا بنقول زي مصر. تخيلي بقى لو كنا طلعنا قلنا ايه مفيش فايده والدنيا الدنيا هتخلص والناس بتموت وسكتنا، كان هيحصل ايه؟ كنا هنفضل في الطاقه السلبيه وكنا هننزل تحت اكتر. طبعا، ولا كانت في معونات دخل ولا كان في حتره. يا جماعه ركزوا في صدق الاحساس اللي بتحسوه وقوه الفكره اللي جواكوا. طول ما انت بتقول الفكره بقوه وانت مؤمن بيها، ده ليه ويفز عاليه جدا. جدا حلو قوي. دكتور امل، انا عايزه انقل الفكره دي للامهات، تعمل ايه مع اطفالها؟ اشكرك يا دينا.
لا احنا عايزين العيال اللي طالعين دول يبقى عندهم البوزيتيف ثينج وازاي يتعاملوا مع الاحداث، لانه واضح ان العالم كله في يعني شوفي هقف عند كلمه العالم قبل ما اجاوبك على السؤال. دلوقتي الحروب انواعها كتير. كويس، حرب الدبابه والصاروخ دي حرب من زمان صح، اما الحروب من 20 سنه او 30 سنه رحنا في حته تانية خالص. اهم حاجه احب اتكلم عليها الوعي الجمعي. وعلى فكره احنا صحيح استوردنا العلوم الحديثه بتاعه الانرجي وبتاعه البرمجه اللغويه العصبيه والتنويم بالايحاء والطب الصيني، ده احنا متعلمه من اجانب، بس انا عندي حاجه عايزه اقولها للناس، انه كل الانبياء اللي ليهم كتب سماوية أو ما لهمش كتب سماوية كلهم كان عندهم ثقافة التأمل والمديتيشن. ودايما سؤال بقوله على قد ثقافتي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه في غار حراء قبل ما تنزل عليه نبوة؟ بيتأمل بس كده طبعا. سيدنا موسى، سيدنا عيسى، فهو صحيح. يعني سيدنا إبراهيم لما سيدنا قعد إبراهيم يتأمل في الكواكب طبعاً. فأنا بس بحب إيه أأكد على دي. لما وبناء عليه أصبحت أحد أسلحة العالم الشرير والعالم اللي مش شرير الأنرجي. هما شاطرين على فكرة، فأنا عايزة أقول يعني إحنا بنتعلم الناس من بره، بس هو ده عندنا في كل الأديان صحيح، وفي حاجات في الفراعنة تثبت اللي أنا بقوله، في حاجة بس مش هخش في الحتة دي مش بتاعتي، لكن أنا بس بحب يعني يبقى عندي زي حاجة مادية ملموسة تثبت ان الحاجات دي واقعيه. اللي انا بقول الحاجات دي حقيقي. فاحد الحروب، وبناء على اللي انا بقوله ده، احد الحروب تصدير الطاقات السلبيه اللي تاثر تعمل حاجه اسمها وعي جمعي سلبي. فطاقه المجتمع كلها تقع، فنبتدي كلنا نهد في بعض ونهد في بلدنا من غير ما نقصد، عن عمد او عن غير عمد، لان طاقتك وقعت. فنصحى الصبح نقول ايه؟ ربي يقول انا ده نعدي بيه، فتفائلوا، الرسول صلى الله عليه وسلم تفائلوا بالخير تجدوه. فكل واحد حسب عقله يجد نفس المعنى ويحاول يفكر نفسه باللي انا بقوله دي، خطوه نمره واحد. خطوه نمره اثنين، ان انا انوي، مش لازم تكون دارس اي حاجه، انوي ان انا افصل طاقتي انا عن الاخرين. خطوه نمره اثنين، افصل وعيي عن الوعي الجمعي عشان الاقي نفسي والاقي افكاري. لكن لو انا رحت مع الياسين خلاص، فانا كده انا بدمر شعب. حلو، الفكر ده انقله ازاي للولاد؟ لان انا عندي دقيقتين جايلك، نفسي الولاد كمان يتعلموا ده. انا بقى لو انا ولي امر او اب او ام وعندي خلاص فهمت الفكره دي، هعرف انقلها واعلمها لولادي، كل واحد حسب سنه. بمعنى ان احنا بقى لنا سنين مش فاضيين. صح، ومعنى الامومه والابوه اتغير خالص عن 20 30 سنه فاتوا. يعني شويه وعي بقى، الام والاب دي وظيفه مهمه جدا، ولازم ندي وقت لاولادنا نتكلم معاهم ونزرع جواهم شويه قيم ومبادئ ودين واخلاق وانرجي، ونفهمهم انه يعني ايه وطن، يعني ايه انتماء، يعني ايه ايجابي، يعني ايه سلبي، يعني ايه انرجي، يعني ايه كل كلمه ليها ويز، يعني ايه لما بحضنك واقول لك بحبك انت بتحس احساس معين بيستمر معاك وقت طويل، عشان دي طاقه ايجابيه عاليه ممتده. ويعني ايه لو دي انا ايه اهو بالظبط كده. الامتنان والشكر مذكور في القران، وفي عالمه تاني كل الناس تعرفها، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ده وعد إلهي طبعا سبحانه. في بقى عالمة أجنبية الله يرحمها انتقلت قريبا، اسمها لويز هايز، عندها كتاب بتعالج بيه الناس اسمه الامتنان، وكل على ما يرام، وعندها كتب كتيرة جدا. ففي جميع الأديان الامتنان والشكر علاج. علاج ونقلة تانية. فأنا لما ابتدي أعلم ابني أنه يركز على الحاجات الحلوة، ركز على، ما تجيش تقول لي انا عندي ألمين فعايز التالت، لا ركز على الألمين اللي عندك وحبهم وامتن، والتالت هيجي، التالت والرابع والخامس هيجي لوحده على فكره. لوحده هتلاقيهم جايين لك من غير ما تطلب. فهو تمرين، كل حاجه تمرين، واعتبر كلنا عضله المخ زي اي عضله في جسمنا عايزين
نمرنها ونكبرها. فالعضله مش بتكبر في يوم وليله، انت بتروحي للترينر وتلات مرات في اسبوع وتتمرني عدد معين من الساعات عشان عضلاتك تشد. وبالتالي يا جماعه ننوي النهارده بعد الكلام ده ان احنا نشد بقى هنا. ايوه بالظبط. نتمرن. بس اوعديني بقى تجيلنا تاني علشان عندك كمان يعني حضرتك بتتكلمي عن الطاقه بتاعه الاشياء اللي طبعاً حوالينا، ازاي اننا ممكن صحتنا النفسيه والبدنيه تتحسن بطاقات اشياء. طبعا هستضيف لكم دكتور امل محسن مره تانيه علشان تكلمنا عن الكنز اللي البني ادمين عندهم، كنز من الحاجات اللي حواليهم اللي ممكن يديهم الطاقه الايجابيه دي، ولكن مش كلنا بنعرف انه موجود. بشكر مع حضراتكم دكتور امل محسن استشاري الصحه النفسيه. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا النهارده، مستنياكي المره الجايه بسرعه جدا ان شاء الله. وهناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا لليوم في ست الستات، خليكم معانا.